السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. أسف أخير بسيط، أعتذر لك أن كنت أساعد في بعض الأشياء وقاعد أراجع بعض الجزئيات الخاصة بالأسئلة والتكليفات، بعض اللي وردت من الأسئلة اللي في المنتدى في درس أتابعها. هذه محاضرتنا الثانية لليوم، عندنا محاضرتين، الأولى الساعة 4:30، الثانية الساعة 9:45. وبنفس الشيء إن شاء الله الأسبوع القادم راح يكون عندنا متبقي المحاضرة بإذن الله تعالى وفي مفتاح الشهر. متبقي لنا محاضرة بإذن الله تعالى في التخصص، بنبدأ المحاضرة اللي هو الإدارة بالتجوال الأسبوع القادم الساعة 4:30، بعدين عندنا محاضرة ثانية مراجعة بإذن الله تعالى. اليوم محاضرتنا نستكمل اللي تكلمنا عنه عن المحاضرة الأولى، كنا نتكلم عن بناء وإدارة فرق العمل في المنظمات، وتكلمنا عن المقدمة إلى آخره وكم عدد فريق العمل المفترض يكون والفريق الناجح، تكلمنا عن النماذج للفرق الناجحة ونماذج للفرق الفاشلة وغيرها وغيرها من الأشياء. في المنهج أنا أتكلم، تبقينا واحدة وبعدين عندنا محاضرة ثانية نتكلم عنها، هتكلم لكم بعد شوي عنها إن شاء الله وتطرق لها بإذن الله تعالى. طيب اليوم محاضرتنا راح نتكلم عن سابعا، لأن من 1 و6 تكلمنا عنها المحاضرة الأولى لليوم. سابعاً السلوكيات السلبية والإيجابية لفريق العمل. ثامناً خصائص الخمس لفريق العمل الناجح، العوامل التي تدعم أداء الفريق، أنواع الفرق، أخطاء تقع فيها فرق العمل، أخيراً كيف تجعل العمل يتم بروح الفريق. راح نتطرق اليوم عن السلوكيات السلبية والإيجابية لفريق العمل. من السلوكيات السلبية نقد الأشخاص، نقد الأشخاص، ركزوا، قال نقد الأشخاص وليس نقد الأعمال أو نقد السلوكيات، لأنك أنت ما أنتقد الشخص، أنتقد الذات ما أنتقد العمل، وهذا سلوك سيء جدا. أننا يهمنا أننا ننقد الأفكار ما ننقد الأشخاص نفسهم، هذا الجانب. للأسف دائما في مناسباتنا في أعمالنا وغيره يجي واحد ينتقدني، ليه؟ مو عشان عملي سيء، ينتقدني عشان يكرهني، لكن ينتقد فيني الإيجابي، هذا شيء كارثي أنا أشوفه، وللأسف كثير مني يقع فيه. فلو بد أنك ما أنتقد شيء يكون مهني، أنتقد العمل اللي قام فيه، بعدها أنا ما عندي مشكلة. بعض الأحيان أنا عندي بعض اللي يتعامل معهم، عندنا إدارات موجودة بالكلية، في موظف منضبط جدا وهو مدير، فهو قاعد يطبق عليهم اللوائح والأنظمة، بعد إذا طلع برا خلاص طلع زميل لهم، أو يعني ما عملوا بنفس الطريقة، بعضهم لا يرى أن هذا الجانب سيء والآخر يرى أن جانب كويس. فبالنهاية المفترض أنك تكون في تجاوب بشكل كبير. في مشكلة في الشات، لأني شفت دخول وخروج دخول وخروج كثير غريبة. طيب نتكلم عن احتكار المناقشات، بمعنى نكتفي بالمدير ونائبة فقط، الباقيين لا تتكلمون لا تدخلون. الدخول في محاضرات بمعنى تدخل أنت، أصلا مستقصدني أنت، وأنت وأنت جاي قاعد تتكلم في مجال عمل، فالمفترض أنك ما تدخل في الجانب. السعي لتحقيق مصالح شخصية، الانسحاب النفسي من الانغلاق الفكري، عدم الانصات إلى آخره. طيب وش السلوكيات الإيجابية؟ نقد الأفكار وليس الأشخاص، مشاركة جيدة هو عكس احتكار المناقشات، روح ودية صادقة اللي هي عكس الدخول في المحاضرات، التركيز على المصلحة العامة وهي عكس السعي لتحقيق المصالح، الإيجابية وحسن الظن اللي مرتبطة بالانغلاق والانسحاب، مشاعر طيبة، الحماس والروح المعنوية العالية. هذه من السلوكيات، مهم انك تفهمها بشكل عام وتضح لك في المقصود فيها. طيب الخصائص الخمس لفريق العمل الناجح. 1 بناء الثقة، تكلم عن الثقة هي إيمان أعضاء الفريق بأن نوايا زملائهم حسنة تجاههم، وأنه لا داعي لأن يكون الفرد متحفظ أو حذر أو غيره.
المقصود الخصائص بناء الثقة المفترض أني مثال أنا عندي موظفين تحتي ولا قدر الله مثلا نتكلم عن بعض الوظائف يجي لي تقرير تقارير معينة مثلا لا قدر الله عنده اعتلال جانب معين عنده بعض مثلا بعض المنظمات اللي لازم يقاسون ويختبرون مثل العسكرية وغيره بعض الناس يكون عنده ضغوط نفسية أو غيره أو يأكل بعض الحبوب اللي تساعده ولا فيها شيء ولا فيها شيء لكن اللي تركب عليها أتكلم شباب بنات واضحة إيش فيكم أنتم ضيعين اليوم إيش خرطت إنها طالعة قدامي إيه طيب في بعض الأحيان بعض يأخذ أدوية أو غيره أو بعض الجوانب هذا عادي فالمفترض أني أنا كمدير أني أكون مؤتمن على الأسرار أو بعض الأحيان بعض الممارسات بعض الأحيان تجيني دعاوى قضائية أو غيره على فلان من الناس أو غيره من الأشياء العامة فالمفترض أني أبني ثقة وأن السر ما يطلع بعض الأحيان أمر بظروف ضوائق مالية أو غيره من الأشياء فالمفترض أن داخل الفريق العمل يكون الثقة قوية جدا متى ما كانت قوية إذا ساعد على الإنجاز على الاستمرار على الولاء على الرضا الوظيفي وغيره الخلاف الإيجاب وش يتصدق طيب تقول الخلاف معروف أنه شيء بعض الأحيان يكون إذا ما كان مناقشات فهو خلاف سلبي لا الخلاف الإيجابي يتكلم عن يؤدي الخلاف إلى تنوع الآراء من عيوب الفريق الذي خاف من الخلاف أن اجتماعات يكون مملة بمعنى الخلاف تعرفون يمكن اللي درس الجانب الشرعي أو فهم الشرعي أو لغة الخلاف المقصود فيه اختلاف شخص وجهات النظر اختلاف وجهات النظر وليس الخلاف المقصود فيه الاختلاف وقطعة الرحم أو التباعد أو غيره من الشيء المقصود به تعال للأسف أن كثير في الاجتماعات أي كان سواء مع أبوك مع الناس المقربين منك في العمل وغيره وش يقولون خلاص أنت تمشي معه طيب إذا كان هذا الشيء معجبك تقول له لا الأفضل أن نشوف الحل اللي أنتم طرحتوه أو العمل اللي بتقومون غير مناسب مفترض تقومون بهذا الشيء مو معناه أنك أنت قدت أو سببت خلاف أو اختلفت معهم أنك أنت تكرههم أو تكل لهم عداوة أو غيره لا المفترض أن يكون عندك الجانب هذا عالي جدا طيب والخلاف أنواع منه الإيجابي ومنه السلبي وانقسم الخلاف حسب مشاركة عضو الفريق الأربعة أنواع التجنب يصدر من شخص سلبي قليل التعاون لا يهتم بالقضية محل النقاش وبالتالي يخسر هو ويخسر كل فريق العمل مشاركته بمعنى بعضهم يكون رئيسك ضعيف جدا ما يبغى يدخل خلافات نتيجة لذلك القسم الثاني من الإدارة أو المدير الآخر يتسلط عليكم ويأخذ حقوق لكم وأيضا يقوم بعدها وهذا كارثة وهذا اللي أنا نقوله الإشكالية لعدم تقبل وهذا اللي كنا نقوله أنك قاعد أنتقد أنا ما قاعد أنتقد الشخص إذا أنت تنتقد الأفكار أو العمل يقوم فيه إذا أنا ما اختلفت معك أو خلافي شخصي بيني وبينك أنا لا بيني وبينك مثلا برحين قرابة ولا بيني وبينك دم ولا ثار ولا غيره فالمفترض أنها أنا لما يختلف معي واحد أقول صح وجهة نظر إذا شفت وجهة نظر صحيحة أقول أيد لكن أنا أشوف مصلحة العامة أو في جانب أعطيه مبررات بحيث أني حفظ لذلك جاين يوم تكلمنا عن الإبداع والابتكار كنا نتكلم عن جانب المدير وكيف يتعامل مع موظفينه وأن يحفزك تكلمنا عن أولياء الأمور سواء كنت أب أو أخو أو كنت أم أو أخت أو غيره أنك لازم تحفزين أو تحفز طفلك أو اللي لك علاقة فيه تحفز على أنه يتكلم تخليه يتكلم فمهم انك تعطيه مجال بحيث يعطيه ثقة بالنفس وبعدين يبدأ طريقة الحوار والكلام للأسف فترة من فترات اشوف ناس يعني لا تتكلم ما لك دخل لا تتحكي لا تفشلنا لا 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 تبدأ طلع للناس كذا لانه ضايع ما يدري العالم ثاني ناس تسب الناس تاخذ حقه وضايع سواء ذكر او انثى والسبب السلبية اللي اننا عايشين فيها والسبب السلبية اللي كانت أمك أو أبوك ترى أنه جانب أدب واحترام وغيره التجنب هذا سبب إشكاليات كثيرة لك ولا جر لك إشكاليات موجودة وهذا الكلام ترى يمكن أنتم الآن بعض جزء منكم ما يفهم هذا المقصود لكن بعدين طلعت للعمل وشفت الخلافات بتعرفت على المستوى الأسري بتشوف الكلام هذا واقعي وملموس بشكل كبير المنافسة السلبية يبغى تصدر من شخص غير متعاون يصل على رأيه ومن ثم قد يكسب هو لكن على حساب خسارة الفريق الذي أمامه تعرفون اللي هم يعني
هم مصلحة نفسه، ما ندخل في الفريق اللي معه، همي فقط أني أنا رباح حققت للمكاسب، ما ندخل في الفريق اللي معي ولا العاملين تحتي. أناني ممكن، أناني بعض الأحيان يقول ليش هم يأخذونها بالساهل، تكمل كلامك حليمة، ليش هم يأخذونها بالساهل وأنا تعبت، مثل يجيك الآن، يجيك هذا الآن درس وراح تيسرت أموره وخلص أموره ولا رسب ولا حمل مواد، ليش ما عانى، خليه عانى، وغير وغير من الأشياء. لا شفت، شوف هالسلوكيات فيها جانب كبير سلبية جدا، سلبية مطلقة لدرجة توصل للحسد والحقد والغل، مو فقط السلبية والإيجابية، السلبية والإيجابية ممكن تكون أمر بسيط لكن الغل وغيره تدخل فيه، حب الذات فلها دخل. طيب جزئية التكيف، وهو طبع الشخص قليل الإصرار على رأيه وعالي التعاون، فهو يقبل برأي الآخر ليس اقتناعا بصحته ولكن يبتعد عنه الخلاف. التشارك يأتي من شخص موضوعي في رأيه ومتعاون جدا، وهو النوعية المثالية لعضو الفريق النشيط. التشارك بمعنى أنا بتخذ قرار، أنا كمدير تعالوا الموظفين اللي معي اللي أنا أرأسكم، وش رأيكم عندنا المشكلة الفلانية، أعطوني حل لها، عملية التشارك. أخيرا ينبغي أن يتحلى أعضاء الفريق بالاختلاف الإيجابي وليس لأسباب شخصية، هذا كلام كتو يا محمد الجاني، للوصول إلى أفضل قرارات تصب في مصلحة العمل. ثلاثة اللي هو الجانب اللي تكلمنا عنه اللي هو الخصائص الخمسة، عرفنا بناء الثقة والخلاف الإيجابي، بعدين تكلمنا عن أنواع الخلاف، بعدين انتقلنا رجعنا مرة ثانية الالتزام، يقول يعني فهم الأعضاء للقرار وتأييد له حتى ولو كان أحدهم معارض القرار في البداية. في الفريق الملتزم لا يوجد لا يوجد منهم من يتمنى فشل القرار. بعض الأحيان أنا صوت ضد القرار لكن هم اتخذوا القرار، لذلك بعضهم للأسف يعمل على تخريب القرار بحيث أن اللي هم اتخذوا لا خلوهم يفشلون عشان مرة ثانية يسمعون كلام. للأسف في منهم عينات كثير وتواجهونها المضطرب، يمكن رفع مستوى الالتزام وغيره وغيره من الجوانب المختلفة. مساءلة، المساءلة تعني استبدال كل عضو بالفريق لتنبيه الزملاء على أي تصرفات. في جروب ترى شوف اليوم أنت قلت كذا في الاجتماع وأنا ما حبيتها منك، مرة ثانية لا تعيدها. بعض الناس يقول إيش دخلك، أنا من حقي إني أتكلم. طيب أن عندنا قائد فريق وعندنا يتكلم هو ويتخذ قرار، أنت مالك دخل، في شخص مسؤول مفترض أن يتم من خلاله، لكن للأسف بعضهم يعاني. طيب التركيز على النتائج وليس التركيز على العمل، بمعنى تعالي أنا بعطيكم مثال. بعض الأحيان تجيك أنت إدارة معينة العمل فيها ماشي بشكل ما تتخيل، التزام عالي، العمل نهائيا يجي أي مراجع أو موظف يجي ما يلقى أي مشكلة، العمل حقه تام، لكن يجي مدير يقول تعال ليش أنت داوم متأخر، ليش ما تبصم أو توقع دائما الساعة، أنت تجي الساعة 8:30 تعال لي 8، يبدأ في قلق بشكل كبير. ليه؟ السبب وش هو؟ أنت شو تركز عليه؟ تركز على فقط أن الشخص لازم يكون موجود ولا على إنتاجيته؟ إذا كنت تتكلم عن الإنتاجية فالمفترض أدام العمل ماشي أنا ما عندي مشكلة، داوم الآن ولا بعدين أنا عندي صلاحيات، لكن للأسف كثير منهم موظف تقاي داوم 8 ساعات وإنتاجيته ما تساوي ولا ربع ساعة طول الفترة، يطلع يطق البصمة يروح من دخل الساعة 8:15 طلع روح أفطر، جاك الساعة 11 جلس له شوي حتى ما اشتغل ثم قال لك بروح أصلي أبنى الظهر بروح أصلي خلص صلاة بروح أجيب عيالي وجاء خلاص لأنه ما مدى وصل خلاص قفل التبصيم مع السنة. طيب أنت تركز على النتائج ولا تركز على الدوام أن يكون متواجد؟ يقدر يكون متواجد 24 ساعة لكن ما ينتج ولا يسوي لك ولا شيء، ويقدر يكون متواجد فقط 2 أو 3 ساعات من إنتاجية واحد يداوم 8 ساعات. فلا بد أن في العمل الجماعي التركيز على النتائج وليس على الجهد المبذول. مثال لو جاءت واحد وقال لك مثلا يلا بحث بصلحهم بحث، مثل ما قلت لكم المحاضرة اللي قبلها هو مثال فقط مو ما أطلب منكم بحث، زي ممكن واحد آخر واحد ثلاثة في واحد يبحث ويكتب يصلح،
آخر واحد جالس قال بس أنا بصمم البردوينت وصلها، والبحث أهتم بإخراجها. الباقيين الثلاثة قالوا أنت ما يعني ما تصلح شيء، جالس بس تصمم بربون تصلح. لكن في الواقع أنه جاء التنسيق، عملية التنسيق جهد يضاهي الجهد اللي أنت قاعد تبذله هنا. لك أنت المخرج اللي راح تظهر البحث كيف طريقته والعرض شلون راح يكون. فالموضوع بالنتائج وليس بمقدار الجهد اللي يبذل، مهم أن تركزون في هالجانب. طيب انتهينا من الخصائص الخمس لفريق العمل الناجح. نتكلم عن العوامل اللي تدعم أداء فريق العمل. واحد، المشاركة بالقيادة، وهذا شيء أساسي. لما أنت تجلس تخليني أشارك معك بالقيادة وتفوض صلاحياتك تسلمها الموظفين اللي تحتك، تشعرهم أنهم لهم أهمية ولهم قيمة، فرق كبير عن الشخص اللي مركزي مثل ما قلت قبل شوي، ما يهتم له بظهوره، ما ندخل في غيره، اليد العاملة اللي تحت أو الموظفين ما ندخل في تطورهم ونمائهم وتطويرهم من خلال الدورات أو من غيره من المناصب اللي يشغلونها. لا، همي أنا بس في النهاية وش اللي يقدمونه، شو يقدمونه عملهم المنظمة، بس شغلك يدفع لك راتب عشان تبني سجلنا، مو عشان تصلح لك سي في ولا غيره. هذا أكبر خطأ. يقول فريق العمل الفعال هو الذي يتقاسم أعضاء وظائف ومهام القيادة. الاتصال المفتوح بمعنى سياسة الأبواب المفتوحة، هذا له جزء منه. اثنين، جزء أيضا فيما يتعلق الاتصال المفتوح، عملية التواصل المباشرة بشكل كبير. البيئة الودية بعيدا عن التوتر والشكليات جو المشروع، اقصد الودية بحيث انك مو كل شيء في النظام راح تطبقه، ممكن انا امشي لهم، يعني هالمرة امشي لهم، تأخر شوي مشي الاضراب، مشها لها المرة بدون عذر الى اخر. يعني في معاملة ودية، مو كل شيء بالنظام بنص اللائحة وغيره. النظام مرن متى ما بغيت يكون مرن، وضيق جدا متى ما بغيت يكون ضيق جدا. لذلك هو يعتمد على طريقة الإدارة. مشاركة في جميع أعمال الفريق، ما تجي تذبب لي معاملة أو مشروع تعطيها في مرحلة من المراحل ويقول الله اشتغل، تقول تعال علمني وش السالفة، وش اللي صاير وراه، وصلني المشروع، وش اللي أمر بالمفترض أنا أتشارك معكم من البداية للنهاية عشان أفهم وش اللي صاير. قصة نفس الحكاية، أجيب طالب واليوم بسم الله دخل معنا المحاضرة وقول يلا اليوم أتكلم عن المشاركة وبناء فريق العمل، تذكرون يوم نتكلم عن الابتكار، أو تذكرون يوم نتكلم عن الصراع التنظيمي، هو يكون أنا ما فاهم شيء، وش الصراع التنظيمي وش الابتكار وغيره وغيره. فنفس الحكاية في العمل الإداري أو غيره الأعمال، لابد أن تشرك أعضاء الفريق بحيث أن يكونوا معك على علم بالمراحل والإجراءات اللي تمت فيها. تعامل مع الخلافات بموضوعية، بمعنى من ناحية الإثراء النقاش والمساهمة في الخروج بالرأي الصواب، بهذا يعد اختلاف الآراء مصدر قوة الفريق. بمعنى ما أشخصنها أتكلمنا عنها وعدنا فيها بشكل مكرر. 6، الاتفاق الجماعي في اتخاذ القرارات. 7، تقييم ذاتي. هذه عناصر أساسية نأخذ منها 3 بس. طيب 10، أنواع فرق العمل. عندنا فرق العمل للإدارة العليا، يعتبر هذا النوع من الفرق الدائمة والتي تشكل من مديرية الإدارة العليا وتقوم بدور حلقة الوصل بين المنظمة والبيئة الخارجية. المهام تحديد رؤية ورسالة المنظمة وغيرها. مثال، لما أتكلم عن وزارة من الوزارات، وزارة مثلا التعليم، نتكلم من الإدارة العليا فيها هي المفترض ترسم الرؤية والرسالة، تحدد الأهداف والأقسام وغيره والإدارات، وأيضا حلقة الوصل بين في التعليم نفسهم اللي هم المعلمين وغيرهم والجامعات والمدارس وغيرها مع المخرجات اللي برا بشكل عام من الوزارات المختلفة، إذا كان في تعاون ما بينهم أو للجمهور إظهار الأعمال اللي يقوموا فيها. هذا فرق عمل الإدارة العليا. المقصود فيها تذكرون إدارة عليا وسطى دنيا، اللي قاعدين نتكلم عنه المستوى الإداري الأعلى اللي هو خاص اللي في الهيكل التنظيمي، الإدارة العليا
رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، رئيس التنفيذي، مدراء الإدارات، هذا كلهم ضمن الإدارة العليا بعض الأحيان. طيب فرق العمل الوظيفية ولا يتألف أعضاء من نفس الإدارة أو القسم؟ مقصود فرق العمل لهم فريق الإنتاج، فريق التسويق، فريق المالية، نفس عندنا بعض الفرق اللجان اللي تقوم بها بعض المنظمات. فرق العمل متعددة الوظائف، شغلتها هي في الأساس عندهم امتلاك، عندهم تراكم معرفي، مارسوا العمل في شتى أنواعه، هم يقومون بعملية ممارسة وتوضيحة للأفراد. كلمه هي مجموعة من الأفراد التي تكون مهارات والخبرات ويحتفظ الأفراد بدور داخل المنظمة إلى آخره. فرق حل المشكلات، هذه انتشرت في اليابان وفي العالم بعدها، ويطلق عليها مسمى دوائر الجودة، وهي عبارة عن مجموعة من العاملين تتشكل من الوحدة الإنتاجية أو الوظيفة نفسها بناء على موافقة الإدارة، ويكون العمل فيها تطوعيا وليس لها سلطة، ويجتمع بعض الفرق بشكل منتظم ومناقشة المشكلات وغيرها. باختصار أتوقع لو أقولها لكم قلت هذول قاعد يضيعون وقتهم، هذول يجتمعون جميل من جميع الإدارات وغيرها. مثلا أنا أشوف الآن في مشكلة بين أعضاء هيئة التدريس مع مثلا أنا القسم الاقتصاد عندي المشكلة مع إدارة الجامعة، فأجتمع مع ناس كل يجتمعون من نفسهم لنفسه يعني تطوعا، ما لهم لا لجان، ما لهم فلوس ولا لهم سلطة ولا شيء، نجتمع نقول إن عندنا معاملات متراكمة، عندنا المعاملة رقم 1، 2، 3، 4 موجودة عندكم في إدارة الجامعة أو في عمادة الدراسات العليا، نبغى تشتغلون عليها. يروح هذا المسؤول يروح يشتغل عليها، يمشيها نظاميا، هي نظاميا لكن فيها مشاكل متأخرة ويعالجها فقط. طيب تقولي هذا المهبول هذا اللي يروح يجيب وجع الراس وراء، سو شغلك ولا دخل ولا دخل في شغل غيرك. هذا في احد اشخاص قال لي، طيب احد الطلاب بالترم الماضي قال هذا مهبول، هذا مو بصاحي، في احد يدور على وجع راسه، في احد يروح يسوي له عمل اضافي وهو ما كلف فيه، لح مو فاضين. اي من نفس المنظمه اللي نتكلم الان داخل جامعه الامام، داخل جامعة الإمام، أنا كلية الاقتصاد العلمي الإداري، وهذا موجود مثلا في عمل الدراسات العليا، عندنا بعض الأعمال متراكمة وغيرها، نجتمع مع بعض ونقول لهم أنتم عندكم هالمشكلة وإن عندنا هالمشكلة حلوها، فيروحون هم يشتغلون عليها. الاجتماع هذا تطوعي لكن الهدف منه المنظمة. طيب إيه اللي هو وظيفة أساسية؟ مثال أنا مثلا دكتور كلية الاقتصاد، بينما هذاك موظف في الدراسات العليا، جيت أنا من نفسي أشوف مشاكل عندنا في القسم، لا وظيفة ولا مسمى وظيفة ولا شيء، رحت لهذاك قلت تتعاون معي، قال لي أنا ما عندي مشكلة، وين مشاكلكم؟ 1، 2، 3، 4 زين، أو يحط قائمة فلان الفلاني منصبة كذا، فلان الفلاني منصبة كذا، كل هذول قائمة التطوع، أنت تشوف. لا نحن مو بحل هذه المشاكل، حل المشاكل يأخذ من دراهم، لكن هذه عملية تطور. طيب أنت بتقول مصيبة أن هذا الكلام مقصوص من شيء أكبر وأعم، زي اللي يجيب لك ويل للمصلين وسكت، يعني معناه أن اللي يصلون يويلهم، لكن كمل الذين هم عن صلاتهم يمساهون. هذا الوشهم المنظمات اللي زي كذا في اليابان مثلا سوني وغيرها، تأخذك أنت وعائلتك بالكامل، أنت تكلمت عنها بالسلوك التنظيمي، هذا في اليابان تأخذك أنت وعائلتك، بمعنى تجي بسم الله أنت موظف، توظفت عندي بسم الله، زوجك تبغاها عام تشتغل ولا تبغاها تجلس في البيت؟ لا والله أبغاها تشتغل، تفضل وش مؤهلاتها، تفضل نعطيك الوظيفة اللي تبغينها. طيب عيالك وين تبيهم يدرسون فيه؟ لأن عندنا مدارس 1، 2، 3، 4 يعتبرون ولدك ولدهم، لأن بكرة أنت من تموت هم بيحلون مكانك بيشتغلون، أو ما مت هم يشتغلون بعد، وينهم لما يبتون عنده. لا هذه ثقافة، هذه اليابان قائمة على هالشغلة، في بعض الشركات مثلا سوني، جوجل، سامسونج، هالشركات. لذلك أنا كموظف أخاف بكرة إذا صارت مشاكل زين
إذا صارت مشاكل أنا أخاف على الشركة لا تنهار، فأنا أروح تطوعيا أروح أجتمع مع واحد ثاني عشان نحل الإشكالية. فيطلع كل العالم متطوعين يشتغلون متطوعين غير وظائفهم الأساسية، من خلالها تنحل المشاكل ويمشي العمل الإداري. إيه ولا أنت الحين سؤال الحين لو جيت وقلت لك هالسوبر ماركت زين ترى هذا أنت وعائلتك وهالك كلهم موظفين فيه، صار ما صار بكرة خسر ولا شيء ترى أنت وعائلتك برا بالشارع. لذلك أنا بأشتغل وأكرف عشان ما ينهار هالسوبر ماركت عشان بكرة عيالي إن شاء الله وبعده. أيوة بهذه الفكرة. فهذه طرق حل المشكلات في اليابان. لذلك الموضوع أنا يوم قلتها أول لكم أول مرة يوم قلتكم حل المشاكل قلت هذا قاعد فاضين قاعد يدورون على مشاكلهم في غنى عنها. لكن لما جبت لكم السالفة أنهم كيف يهتمون فيهم وكيف أنهم يهتمون بأدق التفاصيل حتى مثلا يوم عيد يوم ميلادهم الغير يجيبوا لهم الهدايا، بغيت إجازة طلعونك إجازة مدفوعة الراتب، بغيت خلاص بكرة وصار عمرك 60 ما تقدر تركز لا في الكتاب ولا غيرها حطوك وظيفة على قدك إلى أن تموت وأنت تشتغل ماخذ عقد معهم إلى مماتك. يعني إذا جو عمرك بكرة 90 وأنت فيك حيل خلوك تمسك بوابة، خلوك تقص شجر تقص يعني زي ثيل ولا يعني شيء، ولا تقصص تخلم أشجار ولا ورود ولا غير، يعني أعطوك شيء أن تقوم فيه تقدر عليه. هذا اسمه اشتراط العمل مدى الحياة. إلا إذا يعطونك خيارات موجودة يحطوك تتقاعد، لكن شخص منتج بهالشكل بيجلس يشتغل مثل التاجر اللي عندنا تبقى عمره 90 يشتغل عياله في التجارة. ليه؟ لأن خايف على خسر اللي سواه، وهو نفس الحكاية بس أنت ناظرته من جهة أنه موظف، بينما أنت تناظر الواحد الثاني التاجر أنه لا هذا حلالة، وهذا يراه بنفس النظرية أنه حلالة. واضح؟ إذا تبغى لا وين أرامكو الشاب الجاب أرامكو فيها جزء أنا أيد أرامكو صح ما فيها جزء أرامكو، لكن ادخلوا على جوجل ولا سوني ادخلوا عليها وشوفوا الثقافة وشوفوا مدنهم ادخل عليها شوفوا تفهموا معنى كلامي. بس أنا اللي استطرقت لكم لأن ذاك الطالب لكن معلق بدني قال هذول مهبل مجانين ما يقول لي هذاك مجانين ما عند عشان ما عندهم إسلام، لو عندهم مسلمين كان ضيع وقته في عبادة وصلاة. لا مو بعد كذا الموضوع إنه شيء أكبر من كذا. إيه أشكال وألوان لا أنا أعلمكم بس هذا موضوع فرق العمل وغيره. هذا خلاني استطرد شوي. فرق العمل المدارة ذاتيا هي مجموعة الأفراد لديهم مهارات خاصة يتمثل الفريق بدرجة كبيرة من التمكين إلى آخر، وهذا الفرق مسؤول عن الابتكار والسرعة والجودة وخفض التكاليف اللي هي فرق العمل المدارة ذاتيا. طيب فرق العمل الافتراضية هي أحدث فرق العمل ظهورا، وأعضاء هذه الفرق لا يجمعهم مكان واحد بل يقيمون في أماكن وجود فروع المنظمة سواء كانت تلك الفروع داخل الدولة أو خارجها، فيعقدون اجتماعات يتبادلون الآراء باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية عن بعد، يخدمون السوق أفضل بشكل أفضل. هذول الناس ما يجتمعون مع بعض ولا يعرفون بعض في الأساس، بعدها نتيجة لذلك يجتمعون نتيجة القيام ببعض الأعمال. فهم عام تفهم الرؤوس الأقام تأخذك تفهمها. طيب أخطاء تقع فيها فرق العمل: عدم توخي الدقة عند اختيار قائد الفريق، عدم وضوح الأهداف، عدم توفير الإمكانات، عدم منح فريق العمل الصلاحية، عدم الرغبة إلى آخر. كيف تجعل العمل يتم بروح الفريق؟ واحد تجنب التقسيم بإسناد النجاح للفريق كله بدلا من الأفراد. ومثالها بدل ما أنا أقول مكافأة للي يجيب لي حل المشروع أو يقوم بأعمال معينة أقول لا مكافأة للفريق كامل، القسم الفلاني إذا جاب يصلح لي الشغلة الفلانية إذا يحصل مكافأة الكل،
مثل ما تسويه عندنا الجمارك. الجمارك عندك في حالة ضبطية انك تضبط ممنوعات او غيرها، يتم توزيع المكافأة الضبطية على جميع الاشخاص اللي كانوا موجودين وقت الضبطية، سواء انت كنت من ضمنهم او ما انت من ضمنهم، بمعنى انك ساعدت في القبرة او لا، انك انت موجود في مكان قريب منها لكن ما لك دعوة فيها، وهذا يساعد بشكل كبير. طيب يقول لك واحد هذا الظلم، طيب انا اللي ضبطتها ليش يعطى غيره؟ لا، حمسك على ان يقومون كلكم تعملون كمجموعة ما تعملون كأفراد. وحدة المظهر هذه تساعد كبير في إنجاح عمل الفريق. لما ألبس نفس اللبس أنا وإدارته وغيره تعطيني بالانتماء، شعور بالانتماء. واضح؟ أنتم مقتنعين بالكلام ولا تحسونا بس الكلام على الفاضي؟ الإشادة بالنجاح ثلاثة يساعد بشكل كبير على حب العمل الجماعي والاهتمام بالجوانب المختلفة فيه، تحفيز الفريق بالوسائل المختلفة سواء المادية أو المعنوية، الاعتراف بإنجازات الفريق لها دخل بالتحفيز، يمكن التعرف على فرق العمل الناجحة من خلال وجود علاقة وثيقة بين أعضاء المجموعة، اختفاء كلمة أنا ليحل محلها كلمة نحن. تذكرون الفرق بين القائد والمدير اللي كان سلوك تنظيمي؟ درست سلوك تنظيمي، هذا هو اللي يساعد على نجاح فرق العمل الناجحة. أيوة، زي اختفاء كلمة أنا ليحل محلها كلمة نحن، وجود علاقة وثيقة لا يقوم فرد واحد بإنجاز العمل بمفرده، أن يقتنع الجميع بأن نجاح الفريق هو من نجاحه. السلوك أيضا ممكن في ريادة الأعمال، نعطيهم في السلوك التنظيمي عندنا في التعليم في الانتظام. طيب، التماسك العالي بين الأعضاء، وجود ثقة واحترام عالي إلى آخره. كل الجوانب اللي مريت عليها مرور الكرام تعرفون شلون طريقتها، تعرفون شو المطلوب منها. بتأكد لكم إن شاء الله. أنا بس قاعد أشيك لكم شغلة، مش باقي لكم الملزمة، مش باقي لكم فيها الشرائح اللي أعطيتياكم، كم باقي لكم البصل؟ هي الإدارة بالتجوال. لا إن عندنا تسع، سبع فصول بس من تسع محاضرات. إن
عندنا الأسبوع الجاي إن شاء الله، الأولى عندنا فيها محاضرة إن شاء الله. الأسبوع الجاي كم التاريخ؟ دقيقة بس سألتكم هنا طيب الحين عندنا متبقي إن شاء الله الأسبوع القادم عندنا المحاضرة الأولى الإدارة بالتجوال جميل، وعندنا محاضرة ثانية، عندنا محاضرة ثانية عندنا المحاضرة الثانية ترى بتكون مراجعة. زين عندنا المحاضرة القادمة راح تكون إدارة بالتجوال، إدارة بالتجوال، وإذا ختمنا منها خلاص نقفل، ونبقى لنا محاضرة أخيرة نسوي فيها مراجعة. المفترض أن تكون الملزمة معكم كاملة، بنمشي عليها من بداية الفصول لنهايتها. بإذن الله تعالى بنمشي عليها ونشوف وش الأشياء اللي ممكن تكون مهمة بالنسبة للاختبار، يعني وش الأشياء الحشو اللي ما لنا دعوة فيه. عرفتوا؟ يعني الأشياء اللي فيها تكرار أو فيها حشو كلام أو غيره راح نشوفها. خلاص المهم لازم يكون معكم، ما يجلس أحد لأن ترى بيضيع وقتنا إذا كل شوي واحد يجينا طالب أو طالبة تجي تقول لا، تقول لنا ما عرفت ما فهمت، لا أي واحد نرجع أن تقصد هذا أو هذا، عرفت شلون؟ ما أبغى أحد، نبغى نمشي بسرعة عشان يمدينا قدام 45 دقيقة، تبون نخلص بسرعة خلصناه. لا مين مشكلة على الصامت، أهم شيء أنكم تفهمون. أنا ما يزعجني الكتاب وكذا، ما أنا صوت، لكن أنا أهم أنكم تركزون، يعني عرفتوا قدام 45 دقيقة ما في. فأي أسئلة أو إيرتكم تجهزونها الأسبوع القادم بإذن الله، تمام؟ على خير، إذن نشوفكم على خير إن شاء الله. الأسبوع القادم عندنا محاضرة الإدارة بالتجوال، وبعدها تكون مراجعة، مفترض أن أسئلتكم تكون موجودة محضرينها، نمشي عليها بشكل عام بشكل سريع. ضروري أنكم تركزون على الجوانب المختلفة. نفس اليوم الساعة 4:30 راح تكون محاضرة الإدارة بالتجوال، الساعة 9:30 راح تكون مراجعة بإذن الله تعالى. بإذن الله. يلا الله يعافيكم، واللي يبغى يغادر انتهى الوقت. 9 تمام، نجلس 9 وننتهي 9:45.
وانتم من اهل ان شاء الله. زين الله يوفقكم ويسهل اموركم، شدوا حيلكم، نراكم على خير باذن الله.